هنتكلم النهاردة عن الـ conventional technique of radiotherapy in gliomas. أول حاجة هيبقى فيه introduction صغير كده عن الـ gliomas والـ anatomy of brain و radiology brain x-ray of the brain أو the skull. ده الـ anatomy of the brain. زي ما احنا شايفين الـ brain فيه عندي two cerebral hemispheres تتكون من frontal loop, parietal loop, و occipital loop, و temporal loop, وعندي cerebellum و brainstem. وده brainstem بثري بارت mid brain و bones و مظلة. زي ما احنا شايفين ده inferior surface بيبان في frontal loop والتيمبرال لوب والسريبيلم والبرينستم. بالنسبه للنورمال بلين اكس راي في بوني لاند مارك مهمه اشوفها في اللاترال فيلم بتاع السكال زي الجلابيلا اللي هي الموست انتيور بارت الموجود من الفرونتال اللي اوفرلاي الفرونتال ساينس. عندي الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون اللي هي المنطقه دي كده, وعندي بعد كده الانتيريور كلينويد بروسيس والبوستيريور والبيتيوتري فوسه بالبوني بارت اللي هو اسمه سيلا تيرسيكا, وفي البوستيريور كلينويد بروسيس بعد كده بيبقى فيه الدورسام سيلي وامتدادها اللي هو الكلايفس. طبعا الاكسترنال اكوستيك ميتس مهم جدا لان ما بنوصل اكوستيك ميتس بالانفيريور اوربيتال ريم بيبقى عندي في هوريزونتال بلين اللي هو فرانكفورت هوريزونتال بلين. طبعا ديت الاير سيلز دي الماستويد والاير سيلز اللي فيها والبترس بون اللي هي البتروميستويد اللي هي المنطقه دي كده اللي ورا الاكوستيك ميتس, وطبعا الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبيرانس والانترنال اكوستيك والانترنال اوكسيبيتال بروتروبيرانس. طبعا الكبريفورم بليد بيبان زي ما احنا شايفينه في الحته دي كده, دي الكبريفورم بليد. يبقى مهم جدا يبقى انا عارف البوني لاند مارك عشان استعمل البوني لاند مارك ديت في عمليه اللوكاليزيشن اوف برين تيومر. واكوردنج للبوني لاند مارك ده لو انا خدنا الاكسترنال اكوستيك ميتس طلعت فوقيها 3 سم ورجعت 1 سم behind يبقى ده السايت بتاع البينيال بودي اللي هو نفسه السايت بتاع التنتوريال نوتش, النوتش اللي موجوده في التنتوريوم اللي بيفصل السوبرا تنتوريوم من الانفرا تنتوريال ستراكشر. زي ما احنا شايفين رافلي ده الفرونتال لوب وده البرايتال لوب وده الاوكسيبيتال لوب, ودي طبعا السريبيلم اوفرلاي البرين ستيم, وطبعا دي التيمبرال لوب. برضو في مقاس تاني مهم اللي انا لو قست من الفلور بتاع السيلا تيرسيكا اللي هو الفلور بتاع البيتيوتري فوسة 1 سنتيمتر اباف هيبقى لاند مارك للهايبوثالاموس. ومع الفلور بتاع السيلا تيرسيكا نفسه ده اللاين اللي بيفصل ما بين التيلين كيفالون والداين كيفالون اللور بوردر بتاعته بتاعت التيلين كيفالون والداين كيفالون. في البوسترو انتيريور فيو هلاقي الكريستا جالي والاقي السوبرا اوربيتال مارجن وطبعا اوربيتال ريم او مارجن والبترس ريدج, ده البترس ريدج طبعا الماستويد بروسيس والبيز اوف ذا سكال باينه كده البيز اوف ذا سكال. وده هيقسم البرين ل 3 فصه, دي الانتيريو كرينيال فصه والميدل كرينيال فصه والبوستيريو كرينيال فصه. بالنسبة للجليومز بتمثل 25% من الأدلت برين تيومرز. يعني الأدلت برين تيومرز بنقسمهم لنون مالجننت ومالجننت. النون مالجننت هي الموست كومن بتمثل 68% من التيومرز اللي افكت الأدلت في منطقة البرين, و 32% مالجننت. من ضمن ال 32% دول الموست كومن اللي هي الجليومز اللي هي دي كده بتمثل 25% من الأدلت برين تيومرز.
اكتر واحده من الجلايوماز هي الجلايوبلاستوما، بتمثل 60% من الادلت جلايوماز، يعني 15% اوفر ال 25، اباوت 60%. بالنسبه للايتيولوجي وريسك فاكتور اوف اوكرنس اوف جلايوما، ممكن يكون انفيرومنتال زي الايونايزنج راديشن او الاكسبوجر للفينايل كلورايد اللي بنستعمله في صناعه المواد البلاستيكيه. بعد كده عندي هيريديتري كانسر سيندروم، على راسهم الليفريوماني سيندروم اللي بيبقى فيه افكشن او ميوتيشن في البي 53 جين، فيبقى فيه بينتج ميوتنت بي 53 بروتين، طبعا ما بيقومش بدوره بالوظيفه بتاعته كتيومر سبريسور جين، والجين بي 53 موجود على كروموزوم 17، وده بيزود الريسك للاوكرنس اوف جلايوما. بعد كده في الهيريديتري نيوروكوتينيوس سندروم، في 3 سندروم مهمين ريليتد للجلايوماز. اول حاجه نيوروفيبروماتوزس تايب 1، ده بيبقى الافكشن في ال ان اف 1 جين، نيوروفيبروماتوزس 1 جين اللي البرودكت بتاعه البروتين اسمه نيوروفيبرومين 1، وده موجود على كروموزوم 17، ده بيزود الريسك في اوكرنس اوف ابندايموماز والاوبتيك جلايوماز، بالاضافه لنوعين كمان اللي هو الشوانوماز والمينجوماز. نيوروفيبروماتوزس تايب 2، وده بيبقى الافكشن في نيوروفيبروماتوزس 2 جين اللي هو ان اف 2 جين اللي بيبقى البرودكت بتاعه اسمه ميرلين بروتين، موجود على كروموزوم رقم 22، برضه بيبقى بيزود ريسك اوف اوكرنس اوف ابن دايموما. وثلاث انواع كمان، مالتيبل شوانومز وفيستيبرال شوانوما والمننجيوم. اخر حاجه التيوبرس سكلروزس، دي بيبقى الافكشن في 1 اوف 2 جين، تيوبرال سكلروزس كومبلكس 1 جين اللي هو تي اس سي 1 جين، البرودكت بتاعه اسمه هامرتين، او تيوبرس سكلروزس كومبلكس 2 جين اللي هو تي اس سي 2 جين، البرودكت بتاعه اسمه تيوبرين، موجودين على كروموزوم رقم 9 وكروموزوم رقم 16 ريسبكتيفلي. ده بيزود الريسك اوف اوكرنس في نوع معين من الاستروسايتوما اسمه سب ابندايمال جاينت سيل استروسايتوما، وديزيز اسمه بورنوفيلي ديزيز. اول حاجه لازم نبقى عارفينها، نبقى عارفين الامبيرولوجي، المفروض في عندي حاجه اسمها نيورال تيوب ونيورال كريست. السيلز اللي هي النيوروجلايال سيلز بتبقى السيل اوف اوريجين بتاعتها جايه من نيورال كريست. تاني حاجه النيوروجلايال سيلز في منها نوعين على حسب اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم او موجوده في البريفرال نيرفس سيستم. اللي موجود في السنترال نيرفس سيستم اربع انواع من السيلز، استروسايتس ودي مسؤول عن تكوين البلاد برين بارير، واوليجودندروسايتس ودي مسؤولة عن تكوين الميلانين شيز، وفي مايكروجلايل سيلز ودي هي المايكروفاج بتاعت السنترال نيرفس سيستم، وبندايمال سيل اللي بتعمل بتبطن الفنتريكلز. وعندي البريفرال نيرفس سيستم موجود برضو نوعين، يا ساتلايت سيلز وديت زيها زي الاستروسايت بس دي موجوده في البريفرال نيرفس سيستم، بتبقى موجوده اراوند السيل بودي اوف نيرون، ديت برضو بتكون البارير بتوين البلاد وبين النيرونز في البريفرال نيرفس سيستم. وفي شوان سيلز وديت المقابله للاوليجودندرو سايتس في السنترال نيرفس سيستم. دي سي ان اس نيوروجلايل سيلز دي اللي تعنينا، زي ما قلنا منها اربع انواع، يا استروسايتس، والاستروسايت منها نوعين، يا بروتوبلازميك استروسايت يا فايبرس استروسايت، على حسب بتبطن انهي جزء من نيرون. لو بتبطن النيرون في الجري ماتر يبقى ديت بروتوبلازميك استروسايت، لو بتبطنه في الوايت ماتر يبقى فايبرس استروسايت. في بعد كده الاوليجودندروسايتس اللي بتكون ميلانين شيس اراوند النيرف، وفي المايكروجلايل سيلز، واخر حاجه في البندايمال سيلز اللي بتبطن الفنتريكلز. الجليومز او جلايال تيومرز في منها سوبرا تنتوريال وديت بتمثل 75% من الجليومز، وفي انفرا تنتوريال بتمثل 25% من التيومرز. اول حاجه السوبرا تنتوريال تيومرز، يا موجوده في السيربرال هيمسفير 60% من التيومرز، يا موجوده في الداين كيفالون اللي هو السالاموس ومنطقه الهايبوسالاموس في 15% من البيشن، وبالاضافه لنوع اسمه اوبتيك باسوي جلايومز. بعد كده الانفرا تنتوريال
الاكثر شيوعا منها هي سيريبيلم، موجودة في منطقة السيريبيلم، وديت 10% او 15%، في من 5 ل 10% موجودة في البرين ستيم، على رأسهم حاجة اسمها ديفيوز بونتاين جليوم، واخر حاجة اللي هي السباينال كورد جليوما، ودي بتمثل 5%، والفيجر ده ملي اللي موجود في الأدلت. باثولوجي الجلايوماز او جلايال تيومر زي ما احنا قلنا، على حسب السيل اوف اوريجين، يا طالعه من الاستروسايت يبقى اسمها استروسايتوما، يا طالعه من الاوليجودندرو سايتس يبقى اسمه اوليجودندرو جلايوما، يا ميكس من بتوين الاستروسايت والاوليجودندرو جلايوما يبقى اسمها اوليجو استروسايتوما، يا طالعه بالابندايمال سيل يبقى اسمها ابندايموما. بالاضافه ممكن يبقى في ميكس ما بين الجلايال تيومرز والنيورال نيورونال تيومرز، يبقى اسمها ميكسد نيورونال جلايال تيومرز. الاول حاجه الاستروسايتوما منها 4 درجات، اي كاكزامبل للجريد 1 اللي هي دبليو اتش او جريد 1 البيلوسيتيك استروسايتوما، في حاجه تانية اسمها سب ابندايمال جاينت سيل استروسايتوما، دي برضو جريد 1. جريد 2 عندنا حاجه اسمها بيلوميكسويد استروسايتوما وديفيوز استروسايتوما وبيليومورفيك استروسايتوما، الاكزامبل اللي انا ذاكره هنا الديفيوز استروسايتوما. بعد كده في الانابلاستيك استروسايتوما ودي دبليو اتش او جريد 3، واخر حاجه عندي الجريد 4 في جلايوبلاستوما او جلايوبلاستوما مالتي فورم وجاينت سيل جلايوبلاستوما واي جلايوساركوما، كل دول هاي جريد جليوماس جريد 4 جليوما. طبعا البيلوسيتيك استروسايتوما والديفيوز استروسايتوما دول بنسميهم لو جريد استروسايتوما، والانابلاستيك والجلايوبلاستوما بنسميهم هاي جريد استروسايتوما. الاوليجودندرو جلايوما عندي منها لو جريد وفي انابلاستيك، الاوليجو استروسايتوما في لو جريد اوليجو استروسايتوما وفي انابلاستيك استروسايتوما اللي هي تعتبر الهاي جريد. الابندايموما برضو منها انواع، عندي في حاجه اسمها سب ابندايموما والميكزو بابيلاري، الاكزامبل اللي انا ذاكره اللي هو الميكزو بابيلاري ابندايموما، دول بيمثلوا جريد 1 دبليو اتش او جريد 1، يبقى السب ابندايموما والميكزو بابيلاري ابندايموما دول جريد 1 ابندايموما. بعد كده في لو جريد ابندايموما او بنقول ابندايموما بس ونسكت، دي يبقى دي جريد 2 ابندايموما، واخر حاجه الانابلاستيك ابندايموما اللي هي عباره عن جريد 3 ابندايموما. طب المانيفستيشن بتاعت البيشنت على راسهم الهيديك والسيزرز والانكريز انتركرينيال بريشر والفوكال سيمتومز. الانفستيجيشن هنعمل باثولوجيكال كونفورميشن، ممكن يكون بايوبسي سي تي وام ار اي للبرين والسباين انجيوجرافي، وبالذات لو عايز اعمل امبولايزيشن عشان اقلل او اعمل بلوك للفيدر، والبيت بالذات عشان اعمل ديفرنشيشن بتوين النيكروزس اللي هو بوست راديشن نيكروزس والريكرنس اوف ذا تيومر، وفي جين بدور على الميثايليشن ستاتس بتاعه اسمه ميثايل جوانين ميثايل ترانسفريز جين بروموتر، يعني البروموتر بتاع الجين اللي اسمه ميثايل جوانين ميثايل ترانسفريز. ايه قصته؟ الميديوليشن بتاع الدي ان ايه في الابيجيناتيك بيتم بطريقه من اتنين، يا الاسيتايليشن اللي بيتم يا الميثايليشن. الميثايليشن بيتم للبروموتر والاسيتايليشن بيتم للهيستون. الاسيتايليشن بتاع الهيستون يخلي الجين اكسبوزد، يحصل ريلاكسيشن فيحصل اكسبريشن للجين. عمليه الميثايليشن بتاعت البروموتر بتعمل انهبيشن للبروموتر فتقلل عمليه الترانسليشن او الترانسكريبشن بتاعت الجين، فيقل الترانسكريبشن فيقل البروتين برودكشن. احنا هنستعمل في تريتمنت بتاع الهاي جريد جليوما مجموعه من دراجز اسمها الكايليتنج ايجنت، يعني بتعمل الكايل، بتضيف الكايل جروب للدي ان ايه، فبالتالي الدامج للدي ان ايه بيتم عن طريق اديشن اوف الكايل، فالريفرزال بتاع الدامج يعني الريبير بتاع الدامج هيتم عن طريق ريموفال اوف ذيس الكايل جروب على اسهم الميثايل جروب. ففي جين مسؤول عن عمليه الريبير ده اسمه ميثايل جوانين ميثايل ترانسفريز، يعني الجين المسؤول عن عمليه الترانسفريشن الترانسفير اوف ميثايل جروب فروم دي ان اي تو اذر سبستريت، يعني يعمل ريموف للميثايل جروب الموجوده في الدي ان اي. فلو الجين ده شغال يبقى ساعتها الالكاليتنج ايجنت اللي انت بتديه ملهوش اي دور.
طب الجين هيشتغل وقت ايه؟ هيشتغل لو في هايبوميثيليشن وفي اسيتيليشن، يعني لو الاسيتيل جروب راكبه على الهيستون يبقى في ريلاكسد دي ان ايه، فساعتها تحصل عمليه ترانسكريبشن للدي ان ايه بارت ده او للجين. وفي نفس الوقت لو في الميثايل جروب عددها قليل يعني ان ميثايليتد جين. طب لو انا لقيت الجين ميثايليتد يبقى الجين ده انكتيف، يبقى ساعتها لو اديت الدراج اللي هو اسمه الكليتنج ايجنت هيضيف ميثايل جروب ومش هيحصل لي ريبير او مش هيحصل ريفرزال للدمج اللي حصل في الدي ان ايه، فيساعد على عمليه السيل كيلينج او الميجن سيل كيلينج. نيجي بقى للجايد لاين بتاعه المانجمنت بتاعه الجليوما. اول حاجه هنقول في ادلت لو جريد اللي هي دبليو اتش او جريد 1 و2 جليوما، دايما بيبقى اول خيار هو السيرجيكال تريتمنت. بحاول اعمل ماكسيمال سيف ريسكشن، لو كان الماكسيمال سيف ريسكشن بوسيبل يبقى ساعتها هنعمل جروس توتال ريسكشن اللي هو جي تي ار. نوت بوسيبل هنعمل سب توتال ريسكشن، هنعمل بايوبسي، والبايوبسي نوعين يا اوبن يا ستريوتاتيك. في بعد كده اللي هخش على الباثولوجي اللي طلع، ممكن الباثولوجي اللي طلع يطلع بايلوسيتيك استروسيتوما او بيليمورفيك زانسو استروسيتوما او سب ابندايمر استروسيتوما او ايفن ميكسد اللي هو جانجلو جليوما. يبقى ساعتها هسال نفس السؤال، الريسكشن ده كان كومبليت ولا انكومبليت؟ لو كان كومبليت يبقى غالبا اوبزرفيشن اوف ذا بيشنت. طب لو كان انكومبليت يبقى عندي خيارين، يا اعمل اوبزرفيشن يا راديو ثيرابي. في فاكتورز بتأفكت الكلام ده زي الايج اوف ذا بيشنت وحاجه اسمها ايسوس الايزوسيتريت دي هيدروجينيز ميوتيشن ستيتس، والفوليوم بتاع التيومر اللي حصل لها ريموفال ووجود السيمتوم من عدمه. ممكن تطلع جريد 2 انفلتريتيف سوبر تنتوريال استوسيتوما او ليكودندروجليوما او انابلاستيك دبليو اتش او جريد 3 جليوما. يبقى همانج الادجوم تريتمنت اكوردنج لنوع الباثولوجي. طب لو كان عندي جريد 2 انفلتريتيف سوبرا تنتوريال استوسيتوما واوليجودندروجليوما هيبقى عندي تو ريسك جروب، لا لو ريسك جروب هاي ريسك جروب. اللو ريسك جروب هعمل لها اوبزرفيشن، الهاي ريسك جروب في خيارين، الخيار الاولاني الاهم هو راديو ثيرابي، يا واضيف عليه يا ادجوفنت بي سي في كيمو ثيرابي او ادجوفنت تيموزولامايد او اضيف كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد. الخيار الاقل في هايلي سيلكتد بيشنت اللي هو الاوبزرفيشن، يبقى الاوبزرفيشن هنا يا لو ريسك يا هايلي سيلكتد بيشنت ان هاي ريسك. نفس الحكايه بالنسبه للجريد 2 هقسمهم على حسب الريسك جروب، على حسب الايدج اوف ذا بيشنت ووجود السيمتوم من عدمها، الفوليوم اوف سيكتد تيومر والاي دي اتش ستيتس، اي دي اتش جين ستيتس. طب لو كان هاي جريد دبليو اتش او جريد 3 اور 4 جليوما همانيشها ازاي؟ برضه نفس الحكايه، اول حاجه سيرجيكال تريتمنت هي باينه كهاي جريد في الام ار اي، هحاول اعمل ماكسيمال سيف ريسكشن، عملته يا هيبقى جروس توتال ريسكشن، ما قدرتش اعمله يبقى هيعمل سب توتال ريسكشن، يا هعمل بايوبسي اور البايوبسي دي ممكن تكون اوبن او ستريوتاتيك. الهيستوباثولوجي هيطلع تو كاتيجوري، يعني بلاستيك اوليجو دندروجليوما، يعني بلاستيك اوليجو استروسيتوما، يعني بلاستيك استروسيتوما، يعني بلاستيك جليوما، وممكن يطلع جلايوبلاستوما. نيجي بقى المانجمنت بتاع الادجوفنت تريتمنت، الانابلاستيك اوليجو دندروجليوما مع كوديليشن في 1 بي 19 كيو، يبقى هدي ستاندر ستاندر دوز ريديو ثيرابي، يعني هدي من 1.8 ل 2 جراي بير فراكشن للحاله، وهضيف عليها يا نيو ادجوفنت ادجوفنت بي سي في كيمو ثيرابي، يا هضيف كونكرنت وادجوفنت تيموزولامايد تيموزولامايد تيموديل، يا هضيف ادجوفنت تيموزولامايد بس. طب لو كانت الحاله انابلاستيك استروسيتوما اوليجو دندروجليوما نوت اذروايز سبيسيفايد، يبقى برضه ستاندر ريديو ثيرابي من 1.8 ل 2 جراي بير فراكشن. الخيارات هتتغير ترتيبها، اللي احنا بنقول المور بريفيرد هو اللي بياخد الترتيب الاول، والليس بريفيرد بياخد الترتيب الثاني والثالث. الموست بريفيرد اللي ادي ادجوفنت تيموزولامايد، السكند تشويس هدي كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد، واخر خيار في الحالات اللي ما فيهاش كو ديليشن هدي نيو اور ادجوفنت بي سي في كيموثيرابي.
طب لو كانت الحالة انابلاستيك جليوما ومعاها بغور والبيشنت عنده بغور بي اس، يبقى هعدي هايبو فراكشنيتد ريدوثيرابي، ده احسن خيار بالنسبة لي، او ادي ستاندرد ريدوثيرابي، او ايفن هدي للبيشنت سنجل ايجنت اوف كيموثيرابي اللي هو تيموزولومايد او تيمودال. طب نستكمل، لو الحالة جلايوبلاستوما مالتي فورم، هسأل نفسي الايج اوف ذا بيشنت كام، لو اقل من 70 او اكتر من 70. اقل من 70 هسأل السؤال التاني، البي اس بتاعت البيشنت جود ولا بور. طب لو بعد ما لو جود بي اس، هسأل نفسي الجين ميثايليتد ولا ان ميثايليتد. الميثايليتد ده هو الجود بروجنوزس، لان ده معناها لو اديت الكاليتنج ايجنت هتشتغل كويس، يبقى ساعتها التريتمنت ستاندرد ريديوثيرابي، يعني من 1.8 ل 2 جري اوف ريديوثيرابي بير فراكشن، واضيف عليها الخيار الاول كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد و الترنيتنج الكتريكال كارنت اللي هو تي تي فيلد اور تي تي اف، والخيار الثاني اشيل التي تي اف يعني ادي كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد، الخيار الثالث ادي كونكرنت وادجوفنت تيموزولامايد مع لوماستن، يعني بدل ما ادي سنجل الكاليتنج ايجنت هدي اثنين الكاليتنج ايجنت مع بعض. اللي بعد كده الانميثيليتد او الاندترمينانت، يعني ما عملناش ديتكشن للميثيليتد عشان ستيتس اوف ذا جين اللي هو الام جي ام تي جين، يبقى هدي ستاندرد ريديوثيرابي. وبعد كده الخيارات بتاعتي، الخيار الاول هدي كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد و تي تي اف، او هدي كونكرنت للستاندرد ريديوثيرابي مع كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد، الخيار الاخير هدي ستاندرد ريديوثيرابي ويزود تيموزولامايد خالص، لان انا عارف ان المريض ممكن ما يستفيدش من التيموزولامايد تماما. لو كان المريض بور بي اس، يبقى ساعتها بدي هايبوفراكشنيتد ريديوثيرابي معاه او معهوش كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد، او استبدل الريديوثيرابي ويز تيموزولامايد. طب لو البيشنت كان اكبر من 70 سنه، بيشنت اكبر من 70 سنه، هسال نفسي اول حاجه البي اس بتاعته جود ولا بور. طب لو كانت جود، هشوف الميثايليتد الميثايليشن بتاعت الام جي ام تي جين، لو كان ميثايليتد يبقى هدي الخيارات بالترتيب كده، يا هايبو فراكشنيتد ريديو ثيرابي، يعني يعتبر بدل ما بدي الستاندرد ريديو ثيرابي في البيشنت الاكثر من 70، البريفيرد هو الهايبو فراكشنيتد ريديو ثيرابي مع كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد، او ادي ستاندرد ريديوثيرابي مع كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد مع تي تي اف فيل، يعني تي تي اف ما بيتاخدش مع الهايبوفراكشنيتد ريديوثيرابي، بيتاخد دايما مع الستاندرد ستاندرد دوز ريديوثيرابي، او ادي ستاندرد دوز ريديوثيرابي مع كونكرنت اند ادجوفنت تي تيموزولامايد، او استبدل العلاج بتيمودال بس، او ادي هايبوفراكشنيتد ريديوثيرابي بس. طب لو كان انميثيليتد او انديترمينانت، ما حددتش الاستيتس بتاعتي، يبقى هدي ستاندرد دوز ريدوثيرابي معاها كونكرنت تيموزولامايد، كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد معاها او معهاش التي تي فيلد او تي تي اف. ممكن البديل ادي هايبوفراكشنيتد ريدوثيرابي اضيف معاها تيموزولامايد كونكرنت وادجوفنت، او ما اضيفش معاها كونكرنت اند ادجوفنت تيموزولامايد. طبعا البور بي اس هيطبق عليه اللي احنا قلناه في السلايد اللي قبل كده، يا هيبقى عندي خيارين، يا هايبو فراكشنيتد ريدوثيرابي يا تيموزولامايد سنجل ايجنت. طب لو كان عندي ادلت انتركرينيال اند سباينال ابندايموما، نكسكلود منهم السب ابندايموما اللي هي جريد 1 اللي هي موستلي بتحصل في البيدياتريك ايج جروب، ومن اللي بتحصل في منطقه الكودا كوينا. طب هي هيبقى السيرجيكال تريتمنت بتاعي ماكسيمال سيف ريسكشن، يا يبقى فيزابل يا نوت فيزابل. لو فيزابل هعمل جروس توتال ريسكشن، نوت فيزابل هعمل يا سب توتال ريسكشن، يا هعمل بايوبسي او عن طريق اوبن اور استروتاتيك بايوبسي. بناء كده الباثولوجي بتاعي هيطلع انتراكرينيال ابندايموما او سوبرا تنتوريال بوستيرور فوسا ابندايموما او سباينال ابندايموما. هنبتدي اول حاجه الانتراكرينيال ابندايموما، الجريد بتاعتها يا جريد 2 يا جريد 3. الجريد 2 اول حاجه اعملها اعمل سي اس اف اند ام ار اي، لو كان السي اس اف والام ار اي نيجاتيف هسال نفسي الريسكشن بتاعي كان جروس توتال ريسكشن ولا ليس ذان جروس توتال ريسكشن. لو كان جروس توتال ريسكشن يبقى الخيار بتاعي اوبزرفيشن وستاندرد ريديو ثيرابي، يعني ادي ريديو ثيرابي لوكال ريديو ثيرابي على التيومر بس. طب لو كان السي اس اف بوزيتيف او الام ار اي بوزيتيف او بوث اوف ذيم ار بوزيتيف، يبقى ساعتها التريتمنت هيبقى كرينيو سباينال ريديو ثيرابي. طب لو المريض كان جريد 3 هعمل برضه سي اس اف، لو كان السي اس اف نيجاتيف والام ار اي نيجاتيف هديله ستاندرد ريديو ثيرابي، يعني لوكال ريديو ثيرابي على التيومر.
طب لو كان السي اس اف بوزيتيف او الام ار اي بوزيتيف او بوث اوف ذيم ار بوزيتيف يبقى هدي كرينو سباينال ريديو ثيرابي. نيجي بقى للسباينال ميكزو بابيلاري ابندايموما اللي هي جريد 1 ابندايموما بس في السباينال كورد. هعمل برضو انا عامل جروس توتال ريسكشن ولا عامل لزان جروس توتال ريسكشن؟ لو عامل جروس توتال ريسكشن هسال نفسي انتكت كبسول ولا فيوليتد كبسول. لو كان انتكت كبسول يبقى ساعتها هعمل سي اس اف وام ار اي. لو السي اس اف نيجاتيف والام ار اي نيجاتيف هعمل اوبزرفيشن. طب لو كان بوزيتيف سي اس اف اور اند اور بوزيتيف ام ار اي يبقى هعمل كرينو سباينال ريديو ثيرابي. طب لو كان فيوليتد كبسول، لو كان نيجاتيف سي اس اف اند ام ار اي يبقى المره دي هدي ستاندرد ريديو ثيرابي، مش هعمل اوبزرفيشن زي ما كنا بنعمل في مع الانتكت كبسول. هدي ستاندرد ريديو ثيرابي يعني لوكال ريديو ثيرابي على التيومر بس. طب لو كان بوزيتيف سي اس اف او معاه او مع ام ار اي بوزيتيف او كان الام ار اي بس بوزيتيف يبقى هدي كرينو سباينال ريديو ثيرابي. نلاحظ دايما لما بيبقى السي اس اف بوزيتيف والام ار اي بوزيتيف او الام ار اي بوزيتيف او بوث اوف ذيم ار بوزيتيف بندي دايما كرينو سباينال ريديو ثيرابي. طب لو كانت الحاله بوست سب توتال ريسكشن اور بايوبسي هعمل سي اس اف. لو كان السي اس اف نيجاتيف والام ار اي نيجاتيف بوث اوف ذيم ار نيجاتيف يبقى ستاندرد ريديو ثيرابي. طب لو كان وان اوف ذيم از بوزيتيف يبقى هعمل كرينو سباينال ريديو ثيرابي. نيجي بقى لجريد 2 سباينال ابندايموما. جريد 2 هعمل سي اس اف نيجاتيف والام ار اي نيجاتيف يبقى هسال نفسي الريسكشن كان قد ايه. لو كان بوست جروس توتال ريسكشن يبقى اوبزرفيشن. طب لو كان سب توتال او بايوبسي بس يبقى عندي خيارين، يا اعمل اوبزرفيشن يا هعمل ستاندرد ريديو ثيرابي. طبعا الاوبزرفيشن هيبقى في الهايلي سيلكتد بيشنت. طب لو عندي بوزيتيف سي اس اف اور ام ار اي زي ما اتعودنا هنعمل كرينو سباينال ريديو ثيرابي. طب لو سباينال جريد 3 ده لازم هتاخد ريديو ثيرابي. اللي هيحدد الاكستنشن بتاع الريديو ثيرابي هو النيجاتيفيتي بتاعت سي اس اف والام ار اي. لو في نيجاتيف سي اس اف عند ام ار اي يبقى ستاندرد دوز ريديو ثيرابي اند لوكال ريديو ثيرابي على التيومر بس. طب لو كان في بوزيتيف سي اس اف او بوزيتيف ام ار اي اور بوث اوف ذيم ار بوزيتيف يبقى هعمل دي كرينو سباينال ريديو ثيرابي. نيجي بقى للكونفنشنال بلاننج. هنبتدي اول حاجه البوزيشننج اند امبولايزيشن. الادوات اللي هنستعملها هنستعمل بيز بليد زي الهيد بيز بليد او البرون بيز بليد، او هنستعمل هيد سبورت وهنستعمل سيرمو بلاستيك ماسك. اول حاجه هنعملها هنعمل زي العاده اندكسنج، هنحط اللوك بار على الترابيزه ونثبته على الترابيزه. بعد كده هنختار البيز بليد بتاعتنا والهيد ريست المناسبه للمريض وحسب الديزيز سايت. يعني لو المريض عايزين سوباين هيد ريست او برون هيد ريست، سوباين السوباين بيز بليد او برون بيز بليد، وحسب برضو النيك بتاعت البيشنت لو سوباين هنشوف النيك انهي هيد ريست مناسبه لللينس بتاع اللينك الهيد، والبوزيشننج برضو بتاع البيشنت عايزه يبقى اكستندد ولا فليكسد نيك ولا نيوترال نيك. بعد كده هثبت البيز بليت ومعاها الهيد ريست على اللوك بار. الخطوه اللي بعد كده هعمل البوزيشن بتاع المريض. المريض هنيامه سوباين ويز نيوترال هيد، ودي الموست سيتويشن. الاكسبشن في بعض البيشنت هحتاج برون بوزيشن زي لو كان بوستري لوكيتد تيومر في الاوكسيبيتال لوب اور بوستيرور فوسه، يعني انفراتنتوريال تيومر او سباينال كورد تيومر، يبقى هنيام البيشنت بتاعي ان برون بوزيشن. بعد كده هستعمل الليزر عشان اعمل الاينمنت للبيشنت عشان امنع وجود تيلتنج للبيشنت. بعد كده هعمل الماسك بخطواته. الخطوه اللي بعد كده هحط الميد لاين مارك والتو لاترال ليزر مارك والترانزفيرز مارك، وطبعا دول كلهم بيمنعوا بيقللوا الانسرتينيتي في الديفرنت دايركشن وبيمنعوا الشيفت اوف ذا هيد او التيلتنج والروتيشن زي السايد تو سايد موفمنت او الاكستنشن والفليكشن تيلتنج، وبرضو بيساعدوا الانسرتينتي بتاعت الانورد والباكورد في البيشنت بوزيشن. نيجي بقى للتارجت فوليوم بتاع الجليوما. انا على حسب الجليوما نقسمهم لتو برود جروبز، لو جريد جليوما يا هاي جريد جليوما. اللو جريد جليوما بتبقى ملي ما فيهاش ديما، فبيبقى التارجت فوليوم بتاعي هو الهانسنج تيومر في تي 1 ومع الكونتراست، والإديمة حتى لو مينيمال بناخدها معانا في تي 2 ويز فلير.
يعني في بعض اللو جريد جلوما بتبقى معهاش جلوما خالص، معهاش اديما خالص، بيبقى التارجت بتاعي هو الانهانسنج تيومر اللي موجوده في تي واحد ومعاه الكونتراست. في بعض الحالات بيبقى في الاديما. طبعا اللو جريد جلوما احنا بنعالجها دايما في فيز واحد بس، ما بنعالجهاش في تو فيزز، يعني بندي الدوز بتاعتنا كلها في فيز واحد. ففي الفيز الواحد ده باخد اللي باين في التي 2 او الفلير كله على بعضه، ما بحبقاش محتاج اطلع الانهانسنج تيومر من الفوليوم، ما بقاش محتاج اطلع الماس من الاديمه، لان انا باخد كل الاديمه الماس ويز اديمه في فوليوم واحد. طب في الهاي جريد جلوما، لان هيبقى عندي فوليومين، هعالج الماس بدوز اعلى عن الاديمه، فبالتالي بيبقى في الجي تي في 1 باخد الانهانسنج تيومر واللي هي تي 1 ويز كونتراست والاديمه اللي هي تي 2 والفلير مع بعض. في الريديوسد فوليوم بدور على التيومر اللي هي الانهانسنج تيومر اللي بتبان احسن حاجه في التي 1 وس كونتراست. طب لو المريض كان عامل جروس توتال ريسكشن، باخد الكافيتي اللي هي التيومر ريسكشن كافيتي كانستيد من الانهانسنج تيومر، لان هعمل ام ار اي بوست اوبراتيف هلاقي الام ار اي مطلع لي نيجاتيف فور انهانسنج اوف ذا تيومر، مفيش تيومر باقيه، فساعتها هاخد التيومر كافيتي كبديل للانهانسنج تيومر. هنعمل ازاي سيميوليشن ولوكاليزيشن للبيشنت ب 2 دي عشان اقدر احدد مكان التيومر؟ الفكره بسيطه جدا، انا بشوف الافلام بتاعت البيشنت، بشوف الاكزيال فيلم بتاعته في الام ار اي. نفترض ان البيشنت زي ده، انا هعالج الحاله والحاله كان عندها اديمه ويز اراوند الماس، فانا بشوف الابعاد بتاعت الاديمه وبشوف الماس بدات فين في السكاوت بتاعي وانتهت فين، فانا ببتدي اخد اول قط ظهرت فيه الماس اول قط، وابدا اشوف من في الميد لاين التيومر ديت بعيده عن اعلى حته في البون كام سنتي، والسيكنس بتاع التيومر ده كام سنتي، وبعيده عن ابعد نقطه من البون من الباك كام سنتي. هاجي على السيموليتور فيلم اللي انا واخده للمريض، المريض نايم فواخد سيموليتور فيلم، وفي عندي زي ما احنا شايفين كانها مسطره، هبدا احط نقط كورسبوندنج للنقط اللي انا واخدها، يعني انا قست هنا 3 سنتي من قدام و8 سنتي من ورا، يبقى ادي هقيس من النقطه دي 3 سنتي ده سنتي 2 3، واقيس من ورا 1 2 3 4 5 6 7 8، والماس نفسها كانت 4 سنتي، ادي سنتي 2 3 4، هحط نقطه ونقطه. هاجي القط اللي بعديه هشوف برضو التيومر اكستنشن قد ايه، واحط نقطه ونقطه، والقط اللي بعديه نقطه ونقطه، لحد ما اخلص التيومر، واقدر اعمل شيكنج للكلام ده في الكورونال والساجيتال فيو، بحيث مثلا ان انا اشوف اعلى نقطه في الكورونال كانت فين، واحط الكورسبوندنج بويت ليها على الاكس راي، وبكده هقدر اوصل لشكل التيومر ومكان تواجدها بالنسبه ان ريليشن للبون بتاعه السكال. وده لو انا بعالج المريض مثلا بالماس والاديمه. طب اما هاجي هشوف الماس، هبدا اعمل ديفرنشيشن الماس في الام ار اي، واشوف الماس برضو بتقع من القدام ومن اكتر جزء خلفي من ورا في السكال بون عند القط ده فين، وارجع احدد القط ده على الديجيتال اكس راي زي ما احنا شايفين كده، وابدا احدد الماس اللي موجوده عشان اعالج المريضه في المريض في الفيز الثاني. بعد كده المفروض في الليفل بتاع الكونتور، يا هعمل كنا بنعمل زمان جبسونه، بحيث ناخد الكونتور ده ونرسمه للفيزيست على ورقه ونحط له فيه على حسب الام ار اي فيو، اللي نحط التيوم مكان التيومر نرسمه، ونحط المارجنز بتاعت اللي هنحدد الفيلد بتاعي، بحيث ان الفيزيست يوزع البيمات ويحدد الويدجات اللي هو محتاجها، ويقدر يحدد الاس اس دي والاس اي دي بالنسبه للبيشنت، ويقدر يحدد البيم ويت بتاعه. ممكن بعد كده نعمل الموضوع ده، بنعمله بسنجل سي تي كات ات ذا ليفل اوف ذا كونتور. الفيلد ارنجمنت بتاعي على حسب التيومر لوكيشن، لو كانت التيومر موجوده باي لاترال اور ميديال سيريبلر هيمسفيريك تيومر زي دي كده، دي ممكن اعالجها ببارل اوبوزد فيلد وليهم نفس الانرجي، يعني اتنين اوبن فيلد
واحد عند جنتري 90 وواحد عند الاوبوزد جنتري 270، الاثنين نفس الويت، ويت 100 وويت 100، والاثنين لهم نفس الانرجي 6 ام في و6 ام في. طب لو كانت اسيمتريكال اور لاترالايز تيومر، يعني التيومر واخده جنب زي كده، يبقى هعالج اثنين بارل اوبوزد فيلد، ممكن اعالج بويت مختلف او اعالج ب انرجي مختلفه، يعني اعالج ابس لاترال ب 6 ام في واعالج كونترا لاترال ب 15 ام في، بحيث اعمل سبيرنج اكتر للكونترا لاترال برين، وازود الدوز عند الدبس بحيث اخلي الدوز توصل لليمه الثانيه، فاعمل هوموجينيستي في الدوز في المكان ده، واعمل سبير للكونترا لاترال هيمسفير. طب لو كانت التيومر موجوده في فرونتال ليجن انكمباس اونلي انتيرور بارت اوف ذا لوب، زي التيومر دي كده موجوده في الربع ده، يعني انا عندي ده فرونتال لوب وده فرونتال لوب، فانا ديت الاريا اوف انترست بالنسبه لي، يبقى انا ممكن اعالجها بانتيرور فيلد ولاترال فيلد، الاثنين لهم ذا سيم ايزو سنتر، بينهم زاويه 90 درجه، يعني التو بيم بينهم زاويه 90 درجه، زي ما احنا شايفين كده عند جانتري 0 وجانتري 90. بعد كده هحط ويدج، الويدج عشان ممكن احط او ما احطوش على حسب الدوز هوموجينيتي هنا. المفروض لو انا ليه بحط الويدج؟ لان زي ما احنا شايفين البيم وهم نازل هيقطع مسافه هنا اصغر عشان يوصل للخط ده، في حين هيقطع هنا مسافه اكبر عشان يوصل للخط ده. ونفس الحكايه لو احنا افترضنا ان انا بدي 200 سي جي واي، لو بدي هنا 100، ال 100 هنا هيبقى هنا 100 داخلين كاملين هنا و100 داخلين هنا، هيتلاقوا هنا يعملوا دوز عاليه، في حين ال 100 اما دي تنزل اليمه دي هتبدا ال 100 دي تقل، وال 100 اما تيجي منها هنا كامله، لو حتى لو دخلت من هنا كامله يبقى الدوز هنا اقل، يعني هيبقى في حتت فيها هوتنس وفيها حتت فيها كولدنس. فعشان احسن الهوموجينيتي بتاعتي هبدا احط الاورينتيشن بتاع الويدج بالشكل ده، بحيث التو هيلز بتوع التو ويدج يبقوا موجودين بروكسيمال لبعض، والايبكس بتاعت التو ويدج موجودين بعاد عن بعض، فده هيساعد على الهوموجينيتي اوف ذا دوز ويقلل وجود هوت بوينتس. طب لو كانت التيومر في الميتسر سيريبرال تيومر زي اللي احنا شايفينها ديت، بوستيرور فرونتال اور انتيرور برايتال، هعالج بتو بارل اوبوزد فيلد وكمان اتنين، واحد انتيرور وواحد بوستيرور، يعني كاني بعالج ببوكس تكنيك، واحط ويدج او محطش ويدج، بس هنا هحط الويدج في اورينتيشن مختلف، هحط الويدج يبقى الاورينتيشن بتاعه ماشي مع الكورونال فيو زي ما احنا شايفين كده، يعني ما ابص في الاكزيال ما الاقيش الويدج، بس لما ابص في الكورونال هلاقي الويدج واخد الاورينتيشن ده، لان احنا زي ما شايفين هنا ما فيش ديفرنس كبير ما بين المسافه ما بين هنا وهنا، والمسافه بين هنا وهنا، والمسافه بين هنا وهنا ذا سيم، فبالتالي مش هيبقى فيه هيتروجينيتي في الدوز في الاكزيال بلين، المشكله كلها هتبقى هنا، لان البيم هو داخل هيقطع مسافه في الجزء ده اقصر عشان يوصل للسنترال اكس، في حين هيقطع مسافه هنا اكبر عشان يوصل للسنترال اكس، فده هيخلي الدوز في السنترال اكس في الابر بارت اعلى بكتير من الدوز في السنترال اكس في اللور بارت، فاقدر اعدل ده عن طريق احط الويدج في الاورينتيشن ده، فاساعد الهوموجينيتي بتاعه الدوز، اخلي الدوز تبقى مور هوموجينس في الكورونال سيكشن بتاع البيشنت. طب لو كانت التيومر بوستيرو بارايتال اور اوكسيبيتال ليجن، يعني ذا سيم زي الفرونتال، هحط نفس الفكره، الاورينتيشن بتاعي هيبقى واحد بوستيرور بدل ما كان واحد انتيرو مع الفرونتال، وواحد لاترال بينهم زاويه 90 درجه، وهحط بنفس الفكره الاورينتيشن بتاع الويدج بما يساعد حدوث هوموجينيتي للدوز ويقلل وجود الهوت سبوت. طب لو كان الليجن موجود عن تمبرال لوب تب، هدي ساجيتال بيم زي ما احنا شايفينه كده، بس لازم الساجيتال بيم لو اديته بالشكل ده هيبقى في مشكله الاوبتيك ستراكشر هتخش في الفيلد، فهطلب من المريض يعمل حاجه اللي هو يدوز بالتشن بتاعته اجينست التشيست، طبعا مش كل المرضى هيقدروا يعملوا الحركه دي، فده بسبب الحركه ديت الروتيشن اللي هيتم ده، هطلع الاوبتيك باسوي او الاوبتيك ستراكشر واللينسز بره الساجيتال بيم او البيم اللي انا بديه عشان اغطي التيومر الموجوده في التيمبرال لوب تيب. طب لو كان اوبتيك باسوي اند هايبوثلاميك تيومرز، دي ممكن اعالجها يا ب 3 فيلد 3 فيلد ارينجمنت يا 4 فيلد ارينجمنت،
في 3 فيلد تكنيك او 3 فيلد ارينجمنت، هدي 2 بارل اوبوز لاترال فيلد بالاضافه ل انتيرير فيرتيكال بورتال اللي بنسميه سوبيريور انتيرير اوبليك فيلد، لانه ما بيبقاش فيرتكس، الترو فيرتكس كده، فالترو فيرتكس هيعمل اكزيت دوز في منطقه السباينال وفي منطقه الريتروفارينجيال وفي بقيه البادي. فانا بعمل بلافه في البيم بتاعي او ومعاه الكاوتش بحيث اسمح للبيم بتاعي يبقى جاي من السوبيريور انتيرور اوبليك بتاع البيشنت زي ما احنا شايفين. يبقى انا هدي 2 لاترال بيم وهدي 1 سوبيريور انتيرور اوبليك اللي احنا بنقول عليه مجازا فيرتيكال بيم. طب لو انا هعالج بفور فيلد تكنيك هعالج ازاي؟ هدي 2 لاترال وهدي 1 شبه انتيرور وواحد شبه بوستيرور، فبيبقوا 2 ساجيتال بارل اوبوزد فيلد. نيجي بقى للبرين ستيم ليجن. البرين ستيم ليجن هعالج ب2 بارل اوبوزد فيلد وادي 1 بوستيرور ميد لاين فيلد اللي هو الاوبوزنج بتاع الانتيرور سوبيريور اوبليك فيلد. طب لو كانت يونيلاترال سيريبرال ليجن يبقى ده مماثل للفرونتال والاوكسيبيتال، هدي 1 بوستيرور وواحد لاترال والاثنين ويدجت، وهيبقى الاورينتيشن بتاع الويدج بالطريقه دي عشان اساعد الهوموجينيتي بتاعه الدوز. ايه الفيلد بوردرز بتاعتي؟ هنا الفيلد بوردر في البرين تيومرز او جليومرز مختلف عن الفيلد بوردر في اي اورجان تاني، لانه بيبقى عباره عن مارجن اراوند الفوليوم اللي انا حددته. فانا هحدد الفوليوم الاولاني اللي هي الجروس تيومر فوليوم، هاخد حواليه على طول لو انا باخد الفيلد بوردر من 1.5 ل 3 سم. دول بيتوزعوا ازاي؟ اول حاجه في كلينيكال تارجت فوليوم اللي هو باخد الجروس تيومر فوليوم اللي انا عرفتها قبل كده اللي هي الانهانسنج تيومر اللي في تي 1 ويز كونتراست، مضاف اليها الاديما اللي بشوفها احسن في الفلير او تي 2، هضيف عليهم من 1 ل 2 سم مارجن، والبي تي في اللي هو هيبقى السي تي في اللي انا خدته قبل كده كلينيكال تارجت فوليوم واضيف عليه من نص ل 1 سم مارجن. زي ما احنا شايفين في الرسمه انا بحدد الاول زي ما عملنا لوكاليزيشن قبل كده التيومر دي، ده كده الجي تي في بتاعي لان انا بعالج في فيز واحد، فانا بحددها كلها الماس مع القديمه، فدي الماس مع القديمه. بعد كده اخد 2 سم ان اول دايركشنز، بعد كده اضيف انذر 1 سنتيمتر، يبقى انا توتال خدت 3 سم اول اراوند ذا تيومر. الهاي جريد جليوما القصة مختلفة، انا هعالج المريض في تو فيزز، الفيز الاولاني هاخد الماس مع القديمة والفيز الثاني هاخد الماس بس او الكافيتي الريسكشن كافيتي بس. فالماس مع القديمة هاخد اول اراوند ليها من 2.5 ل 4 سم اللي هم متقسمين من 2 ل 3 سم الاول باخدهم عشان اعمل السي تي في 1، بعد كده اخد من نص ل 1 سم عشان اعمل البي تي في 1. في الفيز 2 بشيل القديمه فبيبقى ما عنديش الا الماس، فاخد اول اراوند الماس الاول 2 سم عشان اعمل سي تي في 2، بعد كده اخد انذر 4 انسرتينيتي من نص ل 1 سم عشان اعمل بي تي في 2 اللي هو رافلي من 2.5 ل 3 سم اول اراوند الماس. يعني الفيلد بوردر او اللي هو بنقول عليه في الكونفورمال البي تي في، فالفيلد بوردرز بالنسبه لي بتبقى 2.5 ل 3 سم اراوند الماس. يبقى تاني الفيلد بوردر في اللو جريد جليوما بتبقى من 1.5 ل 3 سم اراوند الماس ويز اديما. في الهاي جريد جليوما بنمر بتو فيزز، اول حاجه الماس والاديما هاخدهم بفيلد بوردر من 2.5 ل 4 سم، وفي اللوكاليزيشن باخد الماس بس او الكافيتي بتاعه الريسكشن ب 2.5 ل 3 سم اراوند التيومر كافيتي الريسكشن كافيتي او التيومر اللي هي الماس. البيم موديفاير هنا هيبقى عندي نوعين من الموديفاير، يا فيلد بلوكينج وشيبنج زي ما احنا شايفين كده. التيومر بتبقى ليها شكل وليكن سفير، فانا عشان اعالجها ممكن اعالجها برضو يبقى الفيلد بتاعي سفيريكال ان شيب، ديت احد الايمات اللي انا بحيث اقلل النورمال برين تيشو اللي بتاخد ريديو ثيرابي، او ايفن لو الفيلد بتاعي داخل في اورجان اتريسك لازم احميه زي الاي عشان احمي اللينس والكورنيا او البرين ستيم. تاني حاجة بيم موديفاير هنا الويدج عشان اعمل هوموجينيتي للدوز وهلل وجود هوت اند كولد سبوت. الدوز والفراكشنيشن والانرجي، لو لو جريد جليوما انا بعالج في وان فيز او سنجل فيز بعالج من 45 ل 54 جراي
من 25 ل 30 ديلي فراكشن، 1.8 الى 2 جرايبر فراكشن، بحيث مدة العلاج بتاعتي تتراوح من بين 5 اسابيع ل 6 اسابيع، والانرجي 6 ام في فوتون. الهاي جريد جليوما بعالج في 2 فيزز، الفيز الاولاني بدي 46 جراي في 23 فراكشن 2 جرايبر فراكشن على 4.5 اسبوع، والانرجي بتاعي 6 ام في، او بعد كده ادي الفيس 2 اللي هو اللوكاليزيشن بتاعي 14 جراي في 7 ديلي فراكشن 2 جراي بير فراكشن على 1.5 اسبوع، والانرجي بتاعي 6 ام في فوتون. الناتشورال تيشو تولرانس عندي يهمنا دايما التي دي 5 على 5 اكتر من 50 على 5. اول حاجة تي دي 5 على 5 البرين على حسب الفوليوم اللي هيحصل له الراديشن، لو كان تلت البرين يبقى الليميت بتاعه 60 جراي، لو تلتين يبقى 50، طبعا لو كل برين يبقى الليميت بتاعي 45 جراي، والاند بوينت بتاعتي نيكروزس وانفكشن. البرين ستيم تلته 60 جراي، تلتين البرين ستيم يبقى الليميت بتاعي 54، المفروض ما اخليش اكتر من، وبالنسبه للبرين ستيم كله ما ادهوش اكتر من 50 جراي، وبرده الاند بوينت بتاعتي نيكروزس. الاوبتيك نيرف الترانس بتاعه 3 على 3 60 جراي، وده الترانس بتاعه بلايندنس. الاوبتيك كيازما 54 جراي والاند بوينت بلايندنس. الاي او اللينس ملي، يبقى اول حاجه اللينس 10 جراي والاند بوينت كاتاركت. الريتنا هيبقى ريتانوباسي اللي بتنتهي بلايندنس عند 45 جراي. اللاكريمال جلاند الترانس بتاعها 30 جراي لو حصل لها ريديشن كلها، ودي بيؤدي لدراي اي سندروم. الاير ميد واكسترنال اير على حسب الرياكشن بتاعي اكيوت ولا كرونيك. الاكيوت رياكشن تلتها 30 تلتينها 30 وتلت تلتها يعني كلها 55 جراي. بالنسبه للكرونيك ال 55 جراي هي الدوز ليميت بتاعي. واخر حاجه البيتوتري الدوز اقل من 45 جراي، والاند بوينت بتاعتي بان هايبوبيتيتوريزم. الفيريفيكيشن زي ما اتعودنا نعمل فيريفيكيشن للجيومتريكال سيت اب، ونعمل تيك اكشن لان ديفيجن، وممكن نحط تي ال دي عشان نعمل ميجرمنت للدوز، وبالذات لو انا عايز اقيس الدوز على اللينس فانا ممكن اعمل ديترمينيشن للدوز اللي ريسيفد باي لينس عشان افويد الكاتاركت. كده الامبلمنتيشن بتاع البلان، اول حاجه الفن هيحط المريض على الترابيزه، هيبدا يظبط اللاين ويظبط البيم ويراجع كويس البريسكرايبد دوز والدوز بيفور تريتمنت قبل ما يبتدي يدي اون للماشين. هنعمل مونيتورنج تريتمنت ويكلي، وهنعمل تشيك للتشارتس والتيل دي والروبوت اللي نورمال انتشور اكشن، وهناخد اي اكشن او هناخد اكشن لاي تشنج هلاقيه موجود. الاكيوت توكسيستي اول حاجه الاكيوت تايردنس، دي هتحصل لها علاقه بالحجم اللي انا بعمله الراديشن، ودي بتحصل ديورنج خلال العلاج، وبتبقى ليها فلكتويتنج باتن، يعني في بعض الايام بيبقى المريض عنده تايردنس اكتر من ايام، والورست بتاعها شورتلي بعد نهايه العلاج بيبقى اكتر فتره المريض بيحس فيها بارهاق وتعب. بعد كده تاني كومبليكيشن او اكيوت توكسيستي هي الهير لوس، ودي بيحصل مينلي عند الانتري بورتال، وممكن يحصل برضو عند الاكزيت بورتال، وبيبتدي عند الاسبوع الثالث من بدايه العلاج. وطبعا لو انا اديت لمنطقه الهير اكتر من 60 جراي 60 جراي فما فوق مينلي بيحصل فيها بيرمننت هير لوس او بيرمننت الوبيشيا. في بعد كده السومنل سندروم، ودي بتبقى سب اكيوت سايد افكت بتحصل من 6 ل 12 ويك، واتريبيوتد في التشنج في الكابيلاري بيرمابيليتي بالاضافه ترانزيت ديميلينيشن بسبب ديس فانكشن للاليجودندرو سايتس المسؤوله عن عمليه الميلين فورميشن. في الارسيما والسورنس اوف ذا سكن، ودي بتحصل بارتيكولاري عند الاير بينا، ولو كانت انكلود داخل البورتال وغالبا بتبقى مايلد، وممكن نستعمل لعلاجها توبيكال بتروليوم واللانولينز والهيدروكورتيزون. الاوتيتس اكسترنال لو الاكسترنال اير كانت داخله في الفيلد بتاعي هيحصل فيها سورنس هتحمر، وهيحصل فيها كراستيشن هيحصل فيها قشر تكوين قشر، والواكس هيبقى مور فيزيكت اند ديفيكالت تو ريموف.
سيكريتوري اوديتايتس ميديا، ودي غالبا هتحصل لها سيتل سبونتينوس، يعني هتروح لوحدها فتره وتنتهي. الهيديك والنوزيا ممكن يحصلوا لبعض المرضى بس انكومن. ولو المريض كان عنده كونفالجن ممكن الاقي مع الجلسات يحصل وورسنج للكونفالجن، لان بيحصل انكريس في البيري تيومرال اديما. بالنسبه للليد توكسيستي على راسهم اهم حاجه خالص هي راديشن نيكروزس، دي اخطر ليت رياكشن ممكن يحصل ريديو ثيرابي، بيحصل ملي من 6 مانس لميني ييرز، البيك بتاعه عند 3 ييرز بعد الجلسات، وده بيميمك الريكارنت تيومر، وده بيبقى مانديت اللي انا اعمل له ديترمينيشن اللي انا افرقه من الريكارنت، ممكن عن طريق بيت سكان او عن طريق ام ار اي سبكتروسكوبي. المانجمنت بتاعه بيبقى سيمتوماتيك راديشن نيكروزس، هيبقى دايما بالسيرجيكال ديبالكينج ان كومبينيشن ويز استرويد تريتمنت. ممكن فوكال نيكروزس يحصل مع الراديشن الون، ويبقى مور ديفيوز اللي دايما بيحصل مع الراديشن الون فوكال نيكروزس، الديفيوز ليوكو انكيفالوباسي اللي هي ديفيوز فورم اوف راديشن نيكروزس بتحصل لو انا ضفت كيمو ثيرابي. يبقى دايما لو انا اديت ريديو ثيرابي بس يحصل فوكال نيكروزس راديشن نيكروزس، لو حصل ديفيوز راديشن نيكروزس ده يبقى مينلي لو انا اديت كومبينيشن تريتمنت مع الكيمو ثيرابي، بارتيكولار الميزوتريكسيت اكتر حاجه. يعني التيموزولامايد حدوث راديشن نيكروزس معاه ميبي يحصل راديشن نيكروزس ويحصل ليوكو ديفوز ليوكو انكيفالوباسي بعد البيشن، بس المين ايجنت اللي بيحصل معاه ليوكو انكيفالوباسي هو الميزوتريكسيت. الريتينوباسي بسبب افكشن اوف ريتينا باكتر من التورنت دوز، بالتورنت دوز بتاعتها كاتت فورميشن لو اللينس دخلت في الفيلد وخدت اكتر من 10 جراي، ديكريز في الفيجوال اكوتي والفيجوال فيلد تشينج وبلايندنس لو الاوبتيك هازم اند اوبتيك نيرف خدت اكتر من الدوز ليميت بتاعتها، هرمونال انسفيشنسي لو حصل افكشن للهايبوثلاميك بيتيوتري اكس ممكن يحصل عند دوز قليله زي 20 جراي، بالاسبيشالي بتحصل مع جروس هرمون ديفيشنسي. واخر حاجه النيورو سايكولوجيكال تشينج، وديت هتحصل ديكريز في الليرنينج ابيليتي وديفيسيت ان شورت تيرم ميموري وديفيكالت ان بروبلم سولفينج، وبتحصل بارتيكولار ان اولد ادلت والبيشنت اللي خد هول برين ثيرابي، لان احنا زمان كنا بندي للحالات الجلايوبلاستوما مالتي فورم بالذات لو كان في بيريو تيومر اديما جريد 3 بيريو تيومر اديما، فبتبقى انفولف الهول برين، فبضطر ادي الفيز الاولاني بدل ما ادي بمارجن بدي هول كرينيال ثيرابي.